مشاهدينا، ضمن المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنظمها وتشرف عليها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية، كان لفعالية خيمة مسك الخيرية حضورها في موسم حج هذا العام. وتمثل فعالية خيمة مسك الخيرية مبادرة رائعة وأفكار خلاقة وحوارات ثقافية ومعرفية. لكي نتعرف أكثر عن فعاليات خيمة مسك، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عهود العرفج، مدير مشاريع بمركز مبادرات مؤسسة مسك الخيرية. أهلا ومرحبا فيك، كل عام وأنت بخير أستاذ عهود. أهلا وسهلا فيكم، وبداية أرحب بكم جميعا وبالمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. ما شاء الله، يعني مؤسسة مسك الخيرية دائما تفاجئنا في جميع المحافل الموجودة في المملكة العربية السعودية، واليوم تتواجد في المشاعر المقدسة في أهم شعيرة من شعائر الإسلام. ماذا تقدمون في خيمة مسك الخيرية؟ نعم، خيمة مسك هي في البداية عبارة عن مبادرة نوعية تقيمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مسك الخيرية نعم، هذا العام، تزامنا مع موسم الحج للمرة الأولى. للمرة الأولى تتواجد الخيمة هنا في مشعر منى. ابتدأت أنشطة الخيمة تقريبا في يوم 7 ذو الحجة، وهي مستمرة بإذن الله إلى يوم 3 العيد بإذن الله. نعم، طبعا الخيمة هي موجهة لكافة ضيوف الرحمن ممن قدم إلى المملكة لأداء هذه الشعيرة العظيمة. الخيمة تتضمن عدد من الأقسام، الهدف منها إلقاء الضوء على هذا الحدث العظيم الذي تشهده المملكة وتستضيفه سنويا ولله الحمد. نعم، أبرز الفعاليات الموجودة في هذه الخيمة. نعم، الخيمة يعني تتضمن 4 أقسام رئيسية. أهداف هذه الخيمة أن يتم إلقاء الضوء أو تعريف بجوانب تاريخية وثقافية نعم، ترتبط بالمشاعر المقدسة وموسم الحج. الخيمة تتضمن 4 أقسام رئيسية، يمكن القول أنها رحلة تأخذ من يزور هذه الخيمة في 4 محطات. أولها هي المعرض. المعرض عبارة عن يتكون من عدد من الصور الفوتوغرافية في أزمنة مختلفة للمشاعر المقدسة وكذلك للحج. يتنقل خلالها الزائر بين هذه الصور ليرى مختلف مراحل الحج وتفاصيله باختلافها باختلاف أبعادها الإنسانية والمكانية والروحانية. نعم، المعرض يضم هذه الصور، وهي من مصورين فوتوغرافيين سعوديين وسعوديات يبرزون هذا المشعر العظيم وهذه المواقع العظيمة التي تضم هذا المشعر بشكل سنوي وتستضيف حجاج بيت الله الحرام من كافة مختلف أقطار العالم. القسم الثاني من الخيمة هو تجربة التنقل بين المشاعر المقدسة برحلة افتراضية من خلال تقنيات الواقع الافتراضي. يستطيع أن يشاهد الزائر 9 أقسام أو 9 مناطق من نعم، المشاعر المقدسة: المدينة المنورة، مكة المكرمة، المسجد الحرام، مزدلفة، عرفة. كلها يستطيع أن يتجول خلالها برحلة افتراضية من خلال نظارات يضعها على عينيه، يرى من خلالها جميع هذه الأماكن من مختلف الجوانب والأبعاد. نعم، القسم الثالث من هذه الخيمة هو المنبر. المنبر هو عبارة عن منصة تجمع العديد من المتحدثين، نخبة من المتحدثين والخطباء والأئمة بشكل يومي يحضرون إلى هذه الخيمة ليشاركوا ضيوفها وزوارها حول موضوعات مختلفة مرتبطة بشعيرة الحج وكذلك بمبادئ الدين الإسلامي. نعم، القسم الأخير من الخيمة هو قسم جلسات النقاش. جلسات النقاش هي تكون يدير الحوار فيها عدد من الإعلاميين، تجمع الشباب السعوديين ونظرائهم من مختلف دول العالم ليناقشوا موضوعات حيوية ذات اهتمام لديهم كذلك حول هذه الشعيرة العظيمة وحول إبراز ما تقدمه المملكة العربية السعودية نعم في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام نعم بشكل سنوي. أستاذ عهود، إقبال الحجاج على الخيمة كيف شفتوا خلال الأيام الماضية؟ أيضا كيف يتم التواصل مع الجنسيات المختلفة من الحجاج في هذه الخيمة؟ نعم، الإقبال ولله الحمد جدا كبير. كامل الجلسات من جلسات المنبر وكذلك الجلسات النقاشية يتم التنسيق بحضورها مع عدد من الجهات نعم، المختلفة، مع بعثات الحج المختلفة، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين. بشكل يومي يزور الخيمة مئات من نعم، الزوار طبعا من مختلف دول العالم، ولذلك وفرت الخيمة ترجمة حية لكافة اللغات من خلال التنسيق المسبق ومعرفة نوع الزوار أو جنسية الزوار ولغاتهم.
يتم توفير المترجمين في ترجمة فورية بحيث أنهم يتلقون ما يتم تقديمه في هذه الخيمة بلغاتهم. كذلك فيما يخص تقنية الواقع الافتراضي فهي متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية ليتمكن الزائر من الحصول على التجربة بكاملها بلغته. نعم، التجربة الواقعية من خلال النظارة ذكرتي، إيش اللي يشوفه الحاج من خلال هذه التجربة؟ نعم، يتمكن الحاج من خلال هذه التجربة أن يتجول في كافة هذه المناطق، في كافة هذه المشاعر، يرى جميع الجوانب. قد يكون أثناء تأديته للحج مأخوذا بأداء الفريضة نفسها، فلا نعم يتمكن من رؤية هذه المشاعر بشكل كامل. لذلك نحن نطلعه من خلال هذه التقنية بكافة الجوانب والتفاصيل التي قد لا يراها على أرض الواقع لانشغاله بأداء الفريضة. أيضا قد تضمنت هذه التجربة لمن لم يقوم بأداء الفريضة بعد في الأيام الأولى من هذه المعرض نعم أو من فعالية هذه الخيمة، أطلعت الحجاج أو الزوار لما سيرونه أثناء تأدية هذه الفريضة وأثناء زيارة لهذه المشاعر في الأيام القادمة بإذن الله. نعم ساعات العمل لهذه الخيمة كيف وقتكم؟ نبدأ صباحا، تقريبا تبدأ الجلسة الأولى، طبعا تختلف باختلاف الأيام، يعني نعم يوم العيد يوم أمس بدأنا مساء من بحكم انشغال الحجاج بأداء الفريضة والنحر. يوم عرفة توقفت أنشطة الخيمة لتواجد الحجاج جميعهم في نعم مشعر عرفة، فيختلف البرنامج اليومي بحكم طبيعة الأوقات الخاصة بتأدية هذه الفريضة. اليوم بدأنا من الساعة 9 صباحا ومستمرين حتى الساعة 10 بإذن الله. نعم يعني انت ذكرت ان الاقبال هو اقبال كبير في يعني الايام السابقه، واكيد انكم ما تستوعبون الاعداد الكبيره في موسم الحج. انت ذكرت انه مصورين سعوديين وسعوديات شاركوا في هذا في هذه الخيمه من خلال معرض الصور المقام، كيف كان اقبال المصورين؟ طبعا المصورين تم التنسيق معهم مسبقا، تم اختيار عدد من الصور التي تستعرض هذه المشاعر وهذه المواقع والشعيرة العظيمة للحج. تم اختيار أجمل الصور لتكون في هذا المعرض. حضر أيضا عدد من الفنانين ليقدموا شروحاتهم حول هذه الصور لزوار هذه الخيمة بشكل مباشر. الإقبال جدا كبير، سواء كانوا من زوار الخيمة أو كذلك رغبة المصورين الفوتوغرافيين في المشاركة في هذه الخيمة. لعلنا نهتم كثيرا بتنظيم الدخول والخروج والسلاسة لتكون التجربة ثرية لمن يستطيع أن يحضر خلال هذه الخيمة. لذلك فإن حضور هذه الخيمة يتطلب التنسيق المسبق مع المنظمين. نحن ندعو كافة الحملات وندعو كافة كذلك البعثات الحج في حال رغبتهم لحضور هذه الخيمة، التنسيق مع المنظمين داخل الخيمة من خلال منسقي هذه أو منظمي هذه البعثات ليتم جدولة زيارتهم بحسب الأوقات المتاحة للخيمة. نعم، أنت ذكرتم في حلقات نقاش دائما تكون متواجدة في هذه الخيمة، أبرز المواضيع التي يتم مناقشتها مع المختصين في موسم الحج؟ نعم، يناقش بشكل يومي عدد من الإعلاميين في هذه الخيمة عدد من الشباب حول موضوعات مختلفة تهدف لإبراز جهود والخدمات الجبارة التي تقوم فيها المملكة في تنظيم وإدارة الحج، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بقيم الدين الإسلامي ومبادئه ذات العلاقة بهذه الشعيرة العظيمة. على سبيل المثال ستناقش المنصة اليوم دور الحاج ومسؤوليته تجاه الأرض والإنسان أثناء تأديته هذه الشعيرة في هذه البقعة الطاهرة. غدا سيناقش أيضا الشباب رؤية 2030 المرتبطة بالحج المتمثلة بمحور إيجاد مجتمع حي وبيئته عامرة، وكذلك كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها في الأيام السابقة. نعم، الأستاذة عهود العرفج مديرة مشاريع مركز مبادرات مؤسسة مسك الخيرية، شكرا لوجودك معنا في برنامج صباح الخير يا منى. أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا نستكمل معكم الحديث عن المشاعر المقدسة، وتقرير يتحدث عن مشعر منى من حيث المساحة ومن حيث عدد الزوار في هذه المشاعر، نتابع ثم نعود لكم مشاهدينا. في العالم تحتوي على عدد سكان يفوق القدرة الاستيعابية لأي مدينة ذات خدمات متكاملة في العالم، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمنى قرابة 2.5 مليون متر مربع، يقطرها قرابة 3 ملايين نسمة ما بين حجاج قادمين من الخارج وآخرين من الداخل ومواطنين يعملون في خدمتهم.
احنا دائما نسعد في خدمه حجاج بيت الله الحرام، وهذا دائما هو منهجنا في خدمه في شركه الاتصالات السعوديه. ما هي الخدمات التي قدمتها شركة الاتصالات السعودية لخدمة الحجيج في المشاعر؟ احنا حقيقة لتسهيل حصول الشرائح لحجاج بيت الله تواجدنا في 335 منفذ على مستوى المملكة، ومن أهمها هو مطار الملك عبد العزيز، بحيث أن وجود منفذ هناك يقدم جميع الخدمات لحجاج بيت الله القادمين من هذا المنفذ. كذلك تواجدنا في منفذ سلوى لتقديم الشرائح المجانية للحجاج القطريين، ويعني ولله الحمد لاقت جميع المنافذ هذه إقبال كبير جدا من قبل الحجاج، وتشرفنا بخدماتهم تقديم لهم الشرائح اللي هم يحتاجونها للبقاء على اتصال مع عوائلهم في بلدانهم. في يوم عرفة وصل عدد مستخدمين شبكة 1,250,000 مستخدم، وهذا حقيقة زيادة تقدر ب 27% مقارنة بالعام الماضي. كما كذلك زاد السنة هذه عملاء التجوال بنسبة 52% مقارنة بالعام الماضي، وكذلك هذا زاد كذلك حجم استخدام البيانات بنسبة 67% مقارنة بنفس الشيء بنفس الفترة العام الماضي. هذه زيادة طبيعية بحكم أنه هناك زيادة في عدد الحجاج، وكذلك هناك زيادة في عدد الجهات اللي شاركت في خدمة الحجاج هذه السنة. شركة الاتصالات السعودية تخدم جميع الجهات الحكومية العاملة في الحج، من أبرزها الهلال الأحمر، وزارة الصحة، وكذلك وزارة الداخلية، وخصوصا مركز العمليات الأمنية الموحد 911. وهذا المركز يخدم جميع الجهات المرتبطة بالأمن العام مثل الشرطة وأمن الطرق والدفاع المدني وغيرها. طبعا كما تعلم نحن الآن في فترة الصيف، وهذه حقيقة يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى خطط، يحتاج إلى تجهيزات لتزامن فصل الصيف مع فصل مع موسم الحج، وهذا حقيقة يحتاج إلى قدرة إضافية لاستيعاب هذه الزيادة المتزامنة مع فصل الصيف، وهذا الحمد لله ما واجهناه هذا العام. سجلت مكة المكرمة نمو أحمال حقيقة حوالي 8.5% زيادة عن العام الماضي بقدرة حوالي 4626 ميجا وات يوم 7 ذي الحج. ايضا سجلت منى هذا اليوم، ومتوقع ايضا بكره تسجل احمال اضافيه زياده عن ايضا حج العام الماضي، وكذلك بقيه المشاعر. الحمد لله حتى هذه اللحظه الخدمه تسير على قدم وساق، ولم يوجد هناك الحمد لله اي ما يعكر هذه الخدمه، والحمد لله بجهود بفضل الله تعالى ثم رعايه الدوله رعاها الله ثم جهود زملائي من ابناء الشركه السعوديه للكهرباء، الحمد لله الخدمه تسير وفق الخطط لها. وخلال أيام ثلاثة يتحول مشعر منى من أرض تقام عليها خيام بيضاء إلى مدينة متكاملة الخدمات، بدءا من الطرق والجسور والأنفاق التي تشق الجبال والمستشفيات والمراكز الصحية، مرورا بالمحاكم الشرعية والمراكز الأمنية والمرورية تدعمها مراكز السلامة والحماية المدنية والبيئية، وصولا إلى الخدمات البلدية والتجارية وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.